التسامح واجب، واجب إذا كان أعظم العظماء الخالق عز وجل يسامح. نحن كنا مثلكم باب الاتحاد، كنا هكذا نمشي ونسير نبى نوصل إلى شيء. ظلينا 25 سنة ونحن نمشي في هذا الطريق، فالآن وصلنا إلى بعض الأشياء اللي نحن نريدها. أعزائي المشاهدين، يعني وانضم إلينا الآن من مجوهرات قمة الذوق، ومعنا الآن السيد أبو نايف مدير عام هذا المجوهرات. بالبداية مساء الخير أستاذ أبو نايف. مساكم الله بالخير. أول نشكركم على هذه المقابلة، فألف شكر عليكم وكل عام وأنتم بخير. سيد أبو نايف، يعني لو أردنا نتحدث عنك شخصيا، البطاقة الشخصية، ونتحدث عن قمة الذوق، وماذا كيف جاءت هذا الاسم قمة الذوق وما معنى؟ والله قمة الذوق غني عن التعريف، فهذه معناها يحمل عدة معاني، ولكن قمة الذوق يعني مكان أعلى شيء. صحيح، على القمة. صحيح. فالحمد لله ربك وفقنا بهذا الاسم. عندنا الأخ أبو نشمي راعي الحلال ما قصر، وهذا اختياره وهو ربك وفق في هذا الاسم. أستاذ أبو نايف، يعني لو أردنا نتحدث عن المجوهرات الموجودة هنا وأنواع المجوهرات هنا وآلية التعامل مع الزبائن كيف تتم؟ والله طبعا عندنا الأكثر شيء احنا مركزين على مجوهرات الأشياء التراثية، طبعا أكثر من 80% أو 90% تراثي. نعم. طبعا هذا التراث دائما الإنسان يكون محافظ على التراث. صحيح. فهذه المنطقة بالذات منطقة بنياس دائما مركزين على الأشياء التراثية، فأكثر الزبائن يحبوا الأشياء التراثية، ونحن أكثر من 90% أو 80% من المجوهرات كلها تراثية. نعم. نتكلم عن آلية الأسعار العالمية اللي دائما تتروح من إلى، يعني كيف تؤثر على المواطن، وشو رسالتك للناس المقبلين على شراء الذهب؟ والله طبعا احنا مرتبطين بأسعار عالمية. نعم. طبعا الأسواق العالمية تؤثر في ارتفاع ما بين ارتفاع وهبوط. صحيح. فنحن مرتبطين بأسعار دولية، فعلى حسب الأسعار طبعا في حالة الارتفاع ترتفع الأسعار الذهب، في حالة النزول طبعا يكون في نزول، وهذه الارتفاع هذه مقاييس عالمية، فنحن ما نقدر نتحكم فيها بالنسبة للأسعار كارتفاع ونزول. فإن شاء الله ربك ينزل أسعار الذهب وتكون خير إن شاء الله على هذه المواطنين إن شاء الله. ورسالتك للمقبلين أيضا على شراء الذهب شو بتنصحهم؟ والله ننصحهم إن شاء الله أنهم يقبلوا الآن موسم الشراء، بالذات موسم الأعياد الآن خلصنا منه، مقبلين على عيد ثاني إن شاء الله، عيد الأضحى، وهذه أيام العطلة، فالعطلة دائما يكون فيها مناسبات أعراس، فدائما يكون فيها إقبال على المجوهرات، والله يتمم المعاريس على خير إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذ أبو نايف، يعني هل من بطاقة معايد للوطن وقائد الوطن في نهاية هذا اللقاء؟ أرفع آيات تبريكات باسمي وباسم موظفي مجوهرات قمة الذوق إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الله يحفظه، وعلى الشعب الإمارات عامة وكل عام والجميع بخير. شكرا جزيلا. هل من رسالة أخيرة سيدي؟ شكرا لقناة سماء الخليج على هذه المقابلة، وأتمنى لكم التوفيق في أعمالكم وإلى الأعلى إن شاء الله. إن شاء الله. ماذا توجه بطاقة معايد للوطن وقائد الوطن؟ الحمد لله، أولا نتقدم بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة بهذه المناسبة، مناسبة عيد الفطر، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ولجميع شيوخنا
وجميع حكام دولة الإمارات العربية المتحدة وإلى الشعوب العربية والإسلامية. والحمد لله، اللهم لك الحمد، نحن في أمن وفي أمان، والله يوفقنا فيما فيه الخير والصلاح. ننتقل إلى الجانب الوطني، وكما تعلم والكل يعلم أن دولة الإمارات العربية المتحدة تنعم في منظومتين، نعمة الأمن والأمان. عن هذه المنظومة ماذا تحدثنا سيدي؟ الحمد لله، نحن في أمن وأمان، اللهم لك الحمد، في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذا بفضل الله وفضل شيوخنا، والأمن والاستقرار نعمة من الله، اللهم لك الحمد. نعم أستاذ مسلم، يعني عبر قناة سما الخليج ماذا توجه رسالة يعني أخيرة لمن شئت؟ أولا نتقدم بالشكر إلى قناة سماء الخليج على تواجدهم في محلنا قمة الذوق للذهب والمجوهرات، وجزاكم الله خير، بيض الله وجوهكم على هذا المقابلة، وإن شاء الله أنكم تكونوا في المجال الأعلام من الناس المتقدمين إن شاء الله. جزيلا لك. طبعا أعزائي المشاهدين، لا يسعنا لتقدم بجزير الشكر والعرفان إلى سعادة رجل الأعمال السيد مسلم حاتم المحرامي من مجوهرات قمة الذوق، كل الشكر والتقدير، ونتمنى لك التوفيق أستاذ مسلم، وكن ضيف عزيز غالي على برنامج كلنا زايد ونبض الاتحاد. شكرا جزيلا سيدي، جزاكم الله خير، وبيض الله وجوهكم على هذا المقابلة الطيبة. شكرا جزيلا.